زيد الجنيدي، عمري 16 سنة، من مدينة نابلس. بلعب على البسكليت، الدراجة الهوائية. البسكليت بالنسبة إلي غير عن أي حد عادي، أنا بلعب فيه كأسلوب حياة. يعني أنا البسكليت وين ما أروح بأخده معي، البسكليت إذا بدي أروح مشوار بأخده معي. غير هيك البسكليت، يعني أنا مثلاً شفت أزمة بهذا الشارع بنزل درج، بعمل حركة بطلع مثلاً، بعمل حركات بهلوانية وعروض. أنا بلشت سنة 2016، كان عمري 12 سنة، بلشت في بسكليت عادي رخيص. بعديها يعني اشتريته يوم خميس، نزلت مع الفريق يوم جمعة. كان في فريق عنا بنابلس لليوم موجود وأنا معه، فريق اسمه تيم بي سي إكس. هذا الفريق بلش يطلع جولات وبلشت أنا معه، بلشت أطلع معه جولات. صرنا نطلع على طول كرم، عجنين، على قرى نابلس. يعني يوم نعمل 20 كيلومتر، يوم 30، يوم أوقات صرت هلأ يقولوا لي 100 وبنطلع 100 كيلومتر. وصلنا عكا على البسكليت، روح رجع من نابلس لعكا، قطعنا 165 كيلومتر. بلشت تدريب في بسكليت عادي وصرت أعلي الرتم شوي شوي، صرت كل مرة أجيب بسكليت أجدد. كنت البسكليت قعدت فترة سنتين أو ثلاث سنين يوم يوم أنزل فيه، يعني يوم يوم أسوق هو بشكل طبيعي، يعني ما في إنه وقت محدد للتدريب، بس أنا بشكل طبيعي كل يوم بنزل على البسكليت وبتدرب على هاي الحركات لحد ما أتقنت أغلبها. حسيت انه في عنده موهبه من هو صغير، دائما العطل المدرسيه بنكسب له اياها، بنسجله في النوادي الصيفيه. في بصف اول سجلناه في السباحه، قعد فتره سنه او سنه ونص، بس حسيته ما ابدعش كثير في السباحه. السنه اللي بعدها سجلناه في الكاراتيه، وصل للحزام الاسود ما شاء الله، يعني حب الكاراتيه وصل لحد الحزام الاسود. في نفس الوقت حسينا انه في عنده ميول للدراجات، فجاب له ابوه اول دراجه يعني صغير انه ينبسط عليها، صار يطلع يسوق عليها وحس صار يكبرها. هذه البسكليت الدراجه تكبر معاه شويه شويه، انضم لفريق الدراجات في نابلس وكان ما شاء الله محبوب عندهم كثير وموهوب. لما اكتشفوا هذه الموهبه باقي فريق الاشبال ضموه لفريق الشباب، هو اصغر واحد عندهم في الفريق عندهم في نابلس، اصغر واحد وبيطلع مسارات كثيره معاهم، مسارات بروح على طول كرم، على جنين، بيجي على قضاء رام الله، بيجي في البسكليت يعني بيمشي زي 100 كيلو، بيطلع تخييم في الليل بشاركهم، بروح معاهم ومتقن الحركات ما شاء الله عليه. زيد إنسان شغوف جدا، يعني خلينا نقول عنده شغف لأبعد ما بتتخيلي، وأحيانا بشعر إنه بتنطبق عليه عبارة الإنسان اللي طموحه ما بيحده سقف. زيد دائما عنده إصرار وبيعتبر إنه أنا ما عندي أي عائق ممكن إنه يمنعني من إني أوصل لطموحي في الدراجات أو في هذا المجال بالتحديد. بيتعب كتير على نفسه من خلال هاي الموهبة، بيطلع جولات ومسارات بعيدة. كمان دائماً بيحاول إنه من خلال موهبته في الدراجات إنه يوصل رسالة للناس. زيد مش بس مثل أي حدا بيركب على البسكليت أو أي حدا عادي، زيد دائماً بيحاول من خلال هاي الموهبة إنه يوصل رسالة. فمثلاً من خلال جولاته بمعالم فلسطين دايماً بيصور للناس المناطق الأثرية اللي بيشوفها، بيحكي لهم شوية معلومات عنها، بيسأل أهل المنطقة إنه إيش في معلومات، بينزل عنده سواء على الإنستغرام أو على الفيسبوك. بيحاول دائماً إنه يخلي يشوفوا الناس من خلال قناته يشوفوا أشياء مفيدة سواء يوتيوب أو غيره. بالإضافة إنه زيد محبوب جداً بين أصحابه، اجتماعي، وبلشت الناس تعرفه أكثر وصاروا يطلبوا زايد إنه بدنا زايد يدربنا، خاصة الجيل الأصغر منه اللي هو الجيل الابتدائي اللي لسه هيهم طالعين في، خلينا نقول بلشوا يحبوا عالم البسكليت. تشجيع الناس إلي وحبهم للي أنا بعمله، عملت هذا الإشي وبلشت أنشر فيه على الإنستغرام وعلى الفيسبوك. الناس حبت هذا الإشي،
صرت اعمل عروض، صارت الناس تقول لي تعال اعمل عندنا، فكملت بالإشي والناس حبته. شاركت بمسابقات محلية عندنا في نابلس، في رام الله وطول كرم وكثير أماكن، وحصلت جوائز عالية زي عندي كأسين مرتبة أولى في سباق رام الله 2018، جبت المركز الأول، ومرة في سنة 2017 في طول كرم جبت المركز الأول كمان، وغيرها كثير ميداليات في مدن مختلفة. لما يصير مشاركات في سباقات محلية أو دولية، كل فريق بمدينته بصير يتدرب تدريبات مكثفة قبل بشهرين أو ثلاثة أشهر، لحد ما يجي السباق تقريباً إحنا بنكون جاهزين لأننا نشارك فيه. في بلادنا ما في سباقات جبلية لهلأ، ولا مرة صار سباقات جبلية، صار سباقات شارع. سباقات الشارع هي بصراحة مش اختصاصي، يعني في ناس معها بسكليتات خاصة للشارع هي اللي بتشتغل عليها، أنا مش شارع، أنا بعمل حركات وجبال. بسكيت الجبل بيختلف عن بسكيت الشارع. للأسف عندنا ما بصير سباقات جبلية، ما بصير هذا الإشي عندنا، وما بصير إشي للحركات، الشغلات اللي أنا بعملها هذا الإشي مش مدعوم بالنسبة لنا. حتى السباقات الشارع برضو ما مش مدعومة كتير، يعني بتصير بس قليل. الدراجات الهوائية بتعني لزايد يعني خلينا نقول إشي في دمه، عارفة لما إشي يجري في دم الإنسان، يعني لو تقولي لزايد اليوم فيش بسكليت خلص يعني ما بيتحمل. زايد دائما البسكليت بتحسيها دائما معه، أي مشوار بسيط ممكن إنه يروح على البسكليت، حتى لو كان مشوار إنه بده يجيب غرض معين، فالبسكليت دائما مرافقته، بتحسيها مثل الرفيق أو الصاحب لزايد. تمام، ومش بس هيك، كمان بيحب يطور هاي الدراجة، يعني زايد مثلا الدراجة كان يطورها، يجيب مثلا بين كل فترة وفترة بسكليت متطور أكتر، عنده نوعيات، عنده بسكليت جبلي بيستخدمه لما يطلع على الجبال أو الأشياء اللي فيها منحدرات، وعنده بسكليت مثلا للأمور العادية مثل الشوارع أو الشوارع العادية. فزايد دائما بيحاول يجيب أي معدات بتلزمه للبسكليت، حتى مستعد انه يطلب اي اشي بيلزمه للبسكليت اونلاين من برا ويوصله ويستنى عليه، بس مقابل انه هاي الآلة او هاي المعدة بتلزمني للبسكليت، سواء كانت طائية سواء كانت اي اشي بيحسن من بسكليته او بيرفع مستواه، خاصة انه بيعمل حركات، يعني بيعمل حركات على الجبال، بيعمل حركات الرفع. واصرار زايد انه كان احيانا الحركات ما تزبط معه، يعني الحركات ممكن اوقات يوقع يفشل في حركة معينة، بس دائما بضل يعيد الحركات، بضل يعيد عليها لحتى انه يقدر يتقنها. وحتى هذا الشيء بيصوره للناس، يعني بيصور للناس حتى يعني يزيد همتهم، يزيد حماسهم انه ما تيأس، دائما استمر، مش من المرة الاولى بتزبط معك، المهم خليك مواصل. الاتحاد الفلسطيني وفر لنا السباقات وبلش يعمل في السباقات، والدعم المعنوي كان كتير كبير منه انه نطلع ويصير محافل دولية عندنا بفلسطين، وفي اكثر من حدا طلع على الجزائر وعلى النمسا، طلعوا سباقات دولية مع الاتحاد الفلسطيني. انا بلشت التعليم من اليوتيوب، اغلب حركاتي انا تعلمتها من اليوتيوب، ما في حدا دربني، ما اصلا ما في عندنا مدربين. اللي تعلمت منه اكثر هاي الشغلات دراج عالمي اسمه فابيو ويبمر، هذا الدراج يعني كثير معروف، تعلمت منه كثير، يعني بالنسبه له كقدوه في البسكليت. جولات عندنا بتصير، احنا عندنا بنعملها مع الفريق، كل فريق هو بيعمل جولات، والسباقات ما مش كثير، خاصه مع جائحه الكورونا اللي صارت هاي السنه ما صار سباقات. يعني لما يصير سباق الشرطه بتكون موجوده، بتم تسكير الشوارع، و يعني بيكون امان. بقيت اخاف يعني انه يطلع، لان يطلع مسارات بعيده، بقيت اخاف عليه انه يروح مسارات، وبتعرفي شوارعنا احنا هون في فلسطين مش مؤهلين للدراجات، انه في سيارات وبده يمشي بين السيارات، بقيت اخاف. بس ابوه الله يرحمه بيقول لي هذا الطفل موهوب، بدناش يعني ندفن هذه الموهبه، خليه يطلع.
فبقى يروح يشجعوا اني ابو انه نطلعه، والحمد لله رب العالمين كنت اكون استناه على اعصابي انه يرجع من هذا المسار، كنت اكون خايفه عليه، وهلا اتعودت يعني خلص زيد في مسار بتمني استنى فيه انه يرجع. احلى شيء بشوفه في الشغف الكبير في هذه الدراجه، يعني عنده الدراجه احلى شيء في حياته، ودائما لما يروح على مسار بيرجع بس يرتاح بيروح يغسلها وينظفها انه يدير باله عليها، يعني شغف لا يوصف كبير كثير في الدراجات عنده. اهلي كثير بحبوا هاي الرياضه، يعني داعميني معنويا وماديا وكثير واقفين معي بهذا الشيء، يعني هم حابين اللي انا بعمله، حابين هاي الرياضه ولو انها خطره بعض الاحيان، بس مع هيك باخذ احتياطاتي، بلبس الوقايه اللازمه، ويعني داعميني. يعني الاصرار دائما هو اللي بيخلي الانسان انه يوصل لاي طموح بده اياه، وحتى احنا اهله جدا داعمينه ومتوقعين انه زايد على الاصرار اللي هو فيه او على المثابره والجهد اللي الساعات اللي بيعطيها لوقته مقابل انه يطور موهبته، متوقعين له يعني خلال المستقبل انه يقدر يوصل للعالميه، هو هذا هدفه، هدفه انه يوصل للعالميه من خلال الدراجين المشهورين اللي عم بتابعهم دائما، ونفسه يكون زيهم، وحتى هدول الدراجين هم بعطوا زايد دائما اصرار انه يكمل في موهبته. بحب احكي لزايد انه استمر، احنا كلنا معك ودائما واقفين معك لحتى توصل، واحنا متوقعين لك انك يوما ما تقدر بالبسكليت تبعك توصل لدول، مش بس تضل يعني تمارسها بفلسطين، احنا متوقعين لك رح توصل فيها لدول برا، ورح توصل رسالتك دائما وين ما تكون، ومتوقعين لك يوما ما مثل هذا اليوم بس بعد كم من سنه انه نسمع عنك وكل الناس تسمع عنك انك انت رح وصلت، او يعني رح توصل كمان للعالميه وتحقق كل هدف نفسك تحققه. فيش حدود بصراحه، يعني للعالميه ان شاء الله.